رحيل الملياردير المصري محمد الفايد عن 94 عام. توفي رجل الأعمال المصري محمد الفايد عن 94 عاما وفق ما أعلنته عائلته الجمعة. وكان الفايد وهو والد دود الفايد الذي ربطته علاقة حب مع الأميرة ديانا قبل مقتلهما في حادث سير شهير بباريس يملك إمبراطورية اقتصادية شملت عدة قطاعات. وعرف الفايد بتصريحاته الصريحة ومعاركه للاستحواذ على مؤسسات تجارية وسياحية. أعلنت عائلة رجل الأعمال المصري محمد الفايد الجمعة أن الملياردير المثير للجدل توفي عن 94 عاما والذي جمعت علاقة جرام بين ابنه دود الفايد والأميرة ديانا انتهت بمقتلهما سويا في حادث سير شهير بباريس في 1997. وقالت العائلة في بيان ترغب السيدة محمد الفايد وأبناؤها وأحفادها أن يؤكدوا أن زوجها الحبيب ووالدهم وجدهم محمد قد وافته المنية بسلام يوم الأربعاء 30 من آب أغسطس 2023. وطلب أفراد العائلة في بيانهم احترام خصوصيتهم في هذا الوقت. ونشر البيان نادي فولهام لكرة القدم الذي كان الراحل يملكه سابقا. واشتهر الراحل بأسلوبه الصريح والفظ في كثير من الأحيان وانتقامه من حزب المحافظين وشرائه المثير للجدل لمتجر هارودز وملكيته لنادي فولهام لكرة القدم ولفندق ريتس في باريس. وشملت إمبراطورية الفايد قطاعات تتنوع بين الشحن والعقارات والخدمات المصرفية والنفط وتجارة التجزئة والبناء، لكنه كان أيضا فاعل خير إذ ساعدت مؤسسته الأطفال في المملكة المتحدة وتايلاند ومنغوليا. واستحوذ محمد الفايد مع شقيقه على فندق ريتس في 1979 وبعدها بست سنوات اشتريا متجر هارودز بعد معركة استحواذ طويلة ومريرة.